طيب خلينا في البداية ما نقول إن الإسلام كفل ذمة مالية خاصة للمرأة، ولو المرأة هتشارك في البيت بجزء من مرتبها لازم يبقى عن طيب نفسه وخاطر جواه، لازم وتشارك بجزء، وهو وبقيه الفلوس بتاعتها مش كل المرتب. والكلام ده هنقصله النهارده، والنهارده اقول لكم ايه الحكم، ايه الحكم مرتبها ليها ولا لا، ومالها فين. مالها ليها الا اذا سمحت بجزء منه من الراتب او ببعضه سماح واضح وصريح لا شبهة فيه، خلاص مفيش بأس في كده وتتوكل على الله وتعطي طالما يعني ايه سامحه بها نفسه. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، تمام، لازم طيب النفس. طابت نفسها بجزء منه او ببعضه خلاص مفيش مشاكل مفيش حرج. لكن ان هو بقى يتوعدها بالطلاق او بالهجر او بالاذى، ده كارثه، لا يجوز ابدا للزوج، ده ابتزاز، اسمه ابتزاز للمشاعر وابتزاز عاطفي. انت بتبتزها يا كده، يا اما هطلقك يا هتجوز عليك يا هجرك يا كلام فاضي. وهي عيني تقوم جايه ايه تعطي بس مش بطيب نفس، خوف انها تتطلق، سلمت المال او بعض المال او هو يهدد ويعمل وتسلمه له علشان بس، لكن نفسها من جوه مش مسامحه ويقول لي والله ما انا مسامحه والله ما انا مسامحه والله ما انا مسامحه. الكلام ده هو واقف قدام ربنا ازاي؟ ده غلط. على الزوج الكلام الطيب، على الزوج العشره الطيبه، على الزوج ان هو يستسمح زوجته في اللي هي بتقول ان هو اللي عليه الانفاق، تمام، سمح لها ببعض من الوقت في الشغل ياخد منه جزء وتبقى هي برضو طيبه به، مفيش مشاكل في الكلام ده. عليك انك تنفق عليها، هو ده الواجب اللي عليه، عليه انه يبقى حسن عنده حسن الخلق معاها، خيركم خيركم لاهل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، فالواحد عليه انه يبقى في اخلاق حسنه وعشره حسنه بينه وما بين زوجته، ملوش انه يهددها، ملوش انه يهجرها، كل الكلام ده مش صح. وعاشرهن بالمعروف، هاتوا ايات، هاتوا كل المعاملات كده الايات بتاعه التعامل، بص معاشره بالمعروف، تسريح باحسان، سكن ليسكنوا اليه، موده، رحمه، شوف معاني جميله ازاي، حاجات ارقى انواع الكلمات وابلغ انواع الكلمات في اللغه العربيه. فالمعاشره بالكلام الطيب، بالوجه المنبسط، بالسيره الحميده، بالانفاق المناسب في المشاعر، في الفراش، الحق الجسدي، كل الكلام ده. لكن ان هو يهددها او يجي يقول هضربك او لا، طبعا لا، ده الكلام ده من احنا لا نوافق عليه. طيب تعالوا نتفق على ثلاث خطوات لحل المشكله دي ونشوف ازاي ممكن حاجه زي كده تتحل ولها حل ولا لا. اول خطوه، اولا نعمل اتفاق بين الزوجين، في اتفاق طب ما كتبناش قبل الجواز، اكتبه بعد الجواز مش مشكله. طريقه الانفاق ايه، انت ليك ايه وانا ليا ايه، انا ذمتي الماليه الخاصه المستقله ايه، اللي انت مالكش ان شاء الله اجيب بيها ايس كريم، ان شاء الله اجيب بيها مستيكه والبان، ماشي مشكله، المهم ان انا ايه ادي الجزء اللي انا سامحه بيه نفسي في قلب البيت، وانت متفق على كده تمام تمام، ونكتب الكلام ده. الاتفاق يكون واضح ومكتوب، لو بتكتبوه في عقد الزواج دلوقتي عاملين عقد الزواج صفح كده وبتكتبي حبيبتي اكتبي الكلام ده عشان الاتفاقات دي بتريح بعد كده، بتوري الصوره اللي في المستقبل ايه. طب لو المراه هتساعد زوجها يعني ظروفه وبتاع وتساعد زوجها في تحمل مسؤوليات البيت والاعباء والكلام ده تمام، نابع من اراده من جواها ونفسها طيبه بيه. لكن بقى لا، وانا بديك وتتفضل عليه واذا كان عاجبك وشوف انت ايه واللي ما معكش يا ايه حياه الكلام بقى اللي بيتقال والكلام ده، لا ده غلط. طيب الاصل ان الزوجه لها حريه مطلقه في التصرف بمالها، ده الاصل، والراتب بتاعها منه خلاص اعطى جزء للزوج، الزوج اتفق، وده نص الفتوى للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، قال ان هي بتطلع خروجها من البيت فتره من الزمن كانت تبقى الفتره دي تقضيها في بيتها، فالزوج سمح بكده تمام، وهيترتب على خروجها بعض التقصير، مش هقول تقصير لانها ما سوبر وومن هي ومش انسان آلي هو عمار وروبوت شغال، لا اكيد في بعض التقصير هيحصل في اداء بعض الحقوق الزوجيه، الاسره، الاولاد تعبانه مرهقه، كل الكلام ده بتجاهد وبتحاول بس في تقصير خلاص. فالعرف اللي جرى ايه، انها بتساهم في جزء من نفقات البيت عند الحاج. الزوج لما بيجي ياخد الامر ده خلاص بيبقى زي متعارف عليه، إيه خلاص انا خدت منك الجزء وانا متفق معاكي على كده واحنا متفقين. فالمعروف كالمشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمعروف زي المشروط بالظبط، خلاص احنا